إذن على بركة الله، تبارك الله عليكم. مرحبا بكل الضيوف، مرحبا بالإخوة الموزعين وكذلك الموزعات. اشتقنا لكم هذه مدة، لكن إن شاء الله كنشكروا مدام زينب بالمناسبة على التواصل ديالها دائما معكم، وأنها كانت في القمة خذت الغلب هي وسي محمد العسري، ولكن هي اللي كان عليها الترك بزاف، لأن سي محمد العسري كنعرفوا توا عنده بزاف الأشغال، لكن ولله الحمد كل شيء جاهز ان شاء الله. وي الوغ اي ميرسي. ولا شي حاجه سور الشات؟ وي الوغ انشونتي لطيفة، سوي لا بيان فينو parmi nous. دونك تي تونيزيان الوغ دونك تكون الى غاب ان شاء الله. اون va faire un très bon travail nous tous. مرحبا بتونس الشقيقه. Alors, comme on a dit, jeunesse, qui est موضوعنا اليوم aujourd'hui, إن شاء الله بحول الله. ولكن قبل ما غنتكلموا على هذه الشركة هذه، نتكلموا على الأوضاع الراهنة، وريتما يلتحقوا بنا الإخوان. دونك فعلا الأوضاع الراهنة هي أصبحت المحك، وأصبحت ضرورة ملحة على أننا نشوفوا شي حاجة اون باراليل، وخصوصا كما قلنا في هذه الآونة هذه. الوغ هو دائما الانسان لما كيشتغل كيخمم، يعني تنقولوا حنا باللغه العربيه 100 تخميم مسمى ولا ضرب المقص. سي بور سولا دائما كيخصنا اي مشروع جينا نقوموا به الان الا خصو واحد التفكير، واحد التفكير اللي غادي يكون مالي جدا، حيت الان ما يمكنش نقولوا لواحد غينوض يدير ريستورون، ما يمكنش نقولوا لواحد غينوض يدير سياره مثلا ديال النقل السياح، ما يمكنش يجي واحد الان يدير واحد كما تنقولوا واحد الكافي اللي هي غادي تاخذ لنا واحد الاموال كثيره، لان كنعرفوا بان هذا الشيء الان غير مناسب بتاتا في هذه الاونه هذه، وخصوصا حنا مازال ما كنعرفوش المصير ديال هذه الامور هذه. لكن العمل اللي غادي نشوفوه يعني دائما تناسبنا هي اللي كتكون شي حاجه اللي كيمكننا نستافدوا منها سور بلاس في السعر والحين، وخصوصا لما كيكون عليها واحد الاقبال وكتكون فيها واحد الجوده. الوغ لو تيرم الاساسي هي الجوده، لا كاليتي. دونك لا كاليتي اون بو ترافايي ترانكيلمون، ولكن الا ما كانش لا كاليتي ما يمكنناش نشتغلوا. دونك كنشوف لو بوزوان اللي هو شيخوخه، يعني اللي ظاهره، يعني ما بقاتش نقولوا كتنحصر على واحد السن ديال 60 70، وانما ولات حتى في سن الاربعينات وكتسمى الشيخوخه المبكره، وحنا كنعرفوا دائما الاشكاليات ديالها. وكذلك كنشوفوا ان هاد لي برودوي واش هما فيهم داك المعايير اللي غتعطينا داك الحب ديال داك الاشتغال بواحد اللهفه، ونكونوا امنين فعلا. وعندنا دي تيموانياج اللي معانا في دوله المغرب الحمد لله، وخارج دوله المغرب. فلهذا شركه الحمد لله تم الاختيار ديالها بواحد العنايه دقيقه جدا جدا. الوغ بالنسبه غادي نبداو الان مباشره فعد. اذا كما كنعرفوا ان شركه جينيس اللي فتحت الابواب ديالها سنه 2009 بالولايات المتحده الامريكيه، بالضبط بمدينه اورلاندو، واللي هي جات من اجل ماذا؟ باش ديرنا واحد الحدث اللي غادي يكون فين؟ في الدات ديالنا، وكذلك في الجيوب ديالنا. هو الاهم دائما الصحه وكذلك المال. وهذه الشركه هذه اللي في واحد الظرف وجيز اللي ما كملش 6 سنوات قدرت على انها تحتل واحد المراتب اولى على الصعيد العالمي، وفعلا قدرت تحقق الرتبة 38 عالميا، وكذلك قدرت على أنها تحقق أول بليون دولار في ظرف 6 سنوات. وحنا كنعرفوا شركات كبار اللي راهم الآن في السوق مثل أمازون، فيسبوك إلى آخره، اللي خدا منهم الوقت الكثير باش يقدروا يديروا هذه الأرقام هذه. إذن هذه الشركة هذه اللي هي عندها واحد الميثاق اللي هو اتر جون se sentir jeune, vivre jeune, اللي هي داك لا جينيريشن يونغ اللي هو جيل الشباب. دونك هاد جيل الشباب هذا اللي كيعطينا شنو كيعطينا؟ كيعطينا القوه والطموح على اننا
نعبروا ما بالداخل ديالنا، لان هاد الشركه او هاد الاسره الصغيره اللي نتعرفوا عليها الان اللي هي شركه جينيس جلوبال، اللي قدرت على انها تخلق واحد التاثير فين على الصعيد العالمي مع كل المنخرطين ديال هاد الشركه هادي. عفوا مشى لو بارطاج. Alors, je m'excuse. Sir Douane, dites-nous le partage. Tu vois le clair, Alic? ما عرفتش كيفاش وقع السير دوان دنا البارطاج مي صافا. الوغ كيما تنشوفوا امامنا انه هاد الشركه هادي اللي قدرات على انها تخلق واحد الحدث على الصعيد العالمي في شتى يعني بقاع العالم، مع من مع الاعضاء اللي انخرطوا في هاد الشركه هادي، لا من ناحيه الصحه ولا من ناحيه المال كما سبق الذكر. إذن هاد الشركة هادي اللي هو المكان ديالها هو هذا يعني الرئيسي، المقر ديالها اللي كيتواجد في كما قلنا سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة أورلاندو، والمؤسسين ديالها كما كنشوفوا أمامنا الآن اللي هما غوندي غاي وويندي لويس، وخصوصا لما كنتكلموا على هاد السيد غوندي غاي اللي هو الموزع الرسمي لكل ما هو انفورماتيك لمن لوكالة لا نازا، واللي قدر على انه يخلق الحدث لانه كان دائما ينحدر من اسره فقيره، ولكن خدا واحد التحدي، ونبغيو اي واحد يكون عنده هذا التحدي بحال هاد الناس هادو اللي قال ما ندير السن ديال 30 سنه حتى نكون صبحت من الناس المرموقين في الولايات المتحده الامريكيه، وفعلا قدر على انه يحقق الرغبه ديالو واصبح من الناس اللي عندهم واحد النفوذ، واحد النفوذ كبير لا من ناحيه الماديه ولا كذلك من ناحيه الاجتماعيه. اذا فاش نضرب واحد الطريقه الوجيزه كما كنشوفوا ان الشركه كما امامنا الان في ظرف قلنا 6 سنوات قدرت على انها تحقق 1.3 بليون دولار، وكذلك قدرت على انها تحتل الرتبه يعني او تكون في أزيد من 140 دولة، وكذلك تفتح أزيد من 28 مكتب. وهادشي دائما يعني لما كنتكلموا على سنة 2015، أما الآن فهي سنة 2020 فهي عندها أزيد من 150 دولة في العالم، وكذلك قدرت تفتح أزيد من 50 مكتب على الصعيد العالمي، وفعلا عندها خطة ربحية اللي حتى هي قد نشوفها، وقدرت تحصد أزيد من 840 أو 43 جائزة لحد الآن. إذن هاد الشركة لما كنشوفوا هاد الصعود ديالها وهاد النمو ديالها السريع واللي كان ثار واحد ضجة على الصعيد العالمي، فعلا هناك شيء يميزها. اشنو هو؟ هو هاد لاغام اللي امامنا اللي قدرات على انها تخلق الحدث، وحتى هي تكون جزء دائم من هاد السوق هذا اللي هو ديالاش لي كومبليمون اليمونتير والمكمل يعني المكملات الغذائيه وكذلك مواد التجميل. إذن طبعا لما كيكون واحد النجاح الا وراءه شيء معين، يعني وراء واحد النجاح ما كاينش غير هكذا، وراء واحد الاجتهاد واحد الخطه. فعلا ان شركه جينيس قدرت على انها يعني توفر على يعني اشهر واعظم وافخر الفطاحله ديال الطب في العالم، واي واحد يمكن له بكبسه زر فقط كيمكن له يعرف السيره ديال كل احد من هاد الاطباء اللي امامنا، مثل ناتان نيومان، فانس جيم بابا، ويليام امزالاك، دونا انتار، يان بين، لويس مارتينيز، كريستين درابو، كلها اسماء لامعه ولها ما لها من ابتكارات وكذلك اختراعات، وهناك من ترشح لجائزه نوبل، هناك من اخذ براءه اختراع، يعني كل على حسب شغاله. ولما غادي نشوفوا فقط هذا الطبيب اللي هو نيومان
اللي هو طبيب اللي هو اجري فعلا بالولايات المتحده الامريكيه، هو خاص بجراحه ديال التجميل، جراحة بلاستيكيه، واللي عطانا اول قام اللي عرفات السوق، واللي عرفات يعني صراحه الله دارت واحد الدرجه، ومن خلالها فعلا غادي يكون عندنا واحد نقولوا عندنا واحد الاعتراف اللي غادي يكون ساهل وبسيط، شنو هو الطريقه اللي خلات الشركه يكون عندها هذا النجاح، هي هاد لاغام هادي. ومن بين هاد لاغام هادي كنشوفوا امامنا هذا المنتوج السحري الجميل اللي هو الاكثر مبيعا عند شركه جونيس، اللي شنو هو، وهذا لو سيروم، ستان سيروم اللي هو السبيسيال، فيه واحد لانانو او فيه واحد لا تكنولوجي اللي هي حصريا اكسكلوزيفمون شي جونيس، حصريا عند شركه جونيس، اللي شنو هي الاي بي تي 200. il contient plus de 200 facteurs de croissance، يحتوي على ازيد من 200 عامل تنميه. باش نبسطوا الناس، هاد الاي بي تي هي سلسله احماض امينيه، والدور ديالها اشنو كدير لنا، كتحمي لنا اشنو الخلايا الجذعيه ديالنا، وكدير لها داك لا فيكونداسيون ولا ميتيبليكاسيون، وهذا الدور ديالو شنو هو، هو تجديد خلايا الوجه. كنعرفوا لما كنقولوا بلوس دو 200 فاكتور دو كرواسونس، يعني هنا كاين واحد الريزولتا، كاين واحد النتيجه اللي كتكون سريعه وسريعه جدا، يعني اي شخص استعمل هذا البرودوي هذا فما كيكملش داك الاسبوع الرابع حتى كيكون فعلا حصل على واحد النتائج اللي ما كانش في الانتظار ديالو ابدا. كذلك اشنو كيعطينا، يقلل المينيميز لي غيد لي غيدول، ها كينقصنا من التجاعيد ومن الخطوط الرقيقه او كذلك العميقه، يعني هنا كذلك لي بور دي لاتي، الناس اللي عندهم يعني داك المسام اللي كانت يعني كتساعد وكدير لنا واحد الاشكاليه على الوجه، كذلك لي سيون اللي ما بين الخدود اللي كنلقى واحد الغلاشمون، يعني كيكون واحد الرسم واحد الغوديسيناج توتال اونيفو ديال من ديال الوجه ديالك سيداتي وكذلك سيدي، لانه هذا المنتوج هذا يستعملوه رجال وكذلك نساء، يعني عادي فاي واحد يستعمله الا وغتكون عنده واحد الريزلتا اللي خبيد ورابيد فعلا بواحد الشكل اللي هو واضح وكذلك ملفت. كنشوفوا كذلك عندنا واحد لو جيت نيتويون اللي هو سحري فعلا، لان لما كنقولوا هذا النيتويون اللي هو الاساس، لما يعني قبل ما كنستعملوا هذا لو سيروم هذا كنستعملوا معاه هذا النيتويون اللي فعلا اش كيدير لنا، كيحيدنا ديك لاكوش او ديك لامبيورتي، ديك لاكوش مورت اللي كتكون على الفيزاج ديالنا، وكذلك سيت انتي ستريس. يا سيدي رضوان، يا سيدي رضوان جزاك الله خيرا. سير رضوان الله يجازيك بخير، ما تقيش في لو بارطاج، الله يجازيك سيرتو بلي سير رضوان، خليك كتنط بلا ما تقيس في داك لي بوتون قدامك، ربما كتجيك بطريقه عفويه. الوغ كما قلنا هاد النيتويون اللي هو خاص بماذا، خاص يعني بداك الصابون اللي هو كنديروه اول مره، علاش؟ باش كنحيدوا داك لاكوش مورت، وكذلك هو اونتي ستريس كوتيديان، يعني حتى اش كيدير لنا، كيهيئ لنا الوجه ديالنا كتكون فيه واحد الاشراقه، وكذلك كيهيئ لنا حتى المسام ديالنا باش يستقبلوا هذاك السيروم بواحد الشكل اللي هو سريع دائما جدا. الوغ كذلك غادي نشوفوا لاغام يعني بصفه عامه اللي هي فيها اشنو عندنا، فيها كريم دو جور دو نوي، وفيها سيروم، وفيها كما كنشوفوا كريم اكليرسيسون، وهادو كلهم هذه هي لاغام الرئيسيه ديال هاد الشركه هذه، واللي هي الاساس ديال من ديال الاستعمال، وكذلك اشنو كتعطينا كما قلنا اعاده رسم داك الوجه، كتحيد لنا داك التجاعيد، يعني سواء ان كانت قديمه كانت
كانت يعني الصين انسان كبير انسان صغير، فاللي كيهمنا انه اي استعمال ديال هاد لاكام هادي في ظرف يعني قلنا 4 اسابيع كتوصل لك الريزلتا من 80 حتى 90%، يعني راجونيسمون توتال، غوديسيناج توتال. علاش؟ لان كما قلنا فيها واحد لا تكنولوجي اللي هي الاب بي تي 200. هاد الاب بي تي 200 هي اكسكلوزيفمون شي جونيس، ولما كنقولوا هاد الاب بي تي 200 اللي هي بلس دو 200 فاكت دو كرواسونس، كنعرفوا على ان الجسم ديالنا كانسان لا يتعدى 260 عامل تنميه، الجسم ديالنا كامل ما كيتعداش 260 عامل تنميه. فلما كنقولوا ان سيروم فيه بلس دو 200 فاكتور دو كرواسونس، ديجا يعني الرساله واصله ان يعني دائما قد يكون واحد العمل اللي هو عمل جوهري وكيشتغلنا على العمق وفي ظرف وجيز. اذا هذه هي لاكا ميمينوس كامله. ومن بعد كنشوفوا واحد لو برودوي اللي هو فعلا سحري وعطى واحد يعني واحد الصيت حتى هو عالمي، اللي هو لو برودوي اجلس. هاد اجلس هذا شنو الدور ديالو؟ سي ميكرو كريم، وحتى هو الي ا باز دو لارجولين، يعني راه ماشي شي حاجه كبيره، فيه مجرد طين ولكن العمل ديالو هو عمل جبار وسحري. في ظرف 3 دقائق كيمكن لك تاخذ واحد الريزلتا ديالاش دو راجونيسمون ديال حتى 10 سنوات، وفي ظرف وجيز ديال 3 دقائق، ولكن كدوم من 6 ساعات حتى ل 8 حتى 9 ساعات، وكنعاودو نرجعو في ليطا ديالنا نورمال. يعني انستونتلي اجلس، يعني ست برودوي اللي هو انستونتاني. كذلك كنشوفو حنا امامنا هاد لو برودوي اللي هو انفي، ست فون دو تان، وهذا بالمناسبه كيستعمل الاوروبيان بواحد الشكل رهيب جدا لانه ساهل في الاستعمال. كذلك فيه الاب تي 200، وكذلك كما قلنا كيتستعمل واتر بروف، يعني مضاد للماء، كيمكن المراه تستعمله وجهها تعراق دير اي حاجه، يا با بروبليم انت شي اشكال يعني. وكذلك اشنو هو؟ حتى هو كيساعدنا في تقليل التجاعيد والخطوط الرقيقه، وكذلك في اخفاء كل ذاك المشاكل ديال اللي عندنا في البشره، ولا يحتوي على الزيوت، وهذا اجمل ما فيه. الوغ وهنا كنشوفوا هاد لو برودوي اللي هو غازيرف، هاد لو برودوي سي ان كومبليمون اليمونتير، كلمات مشتقه من كلمات غيزفيغاترول. ولما كنقول غيزفيغاترول يعني اوتوماتيكمون كيمشي الدين ديالنا فين؟ البينيفينول. ولما كنقولوا البينيفينول غيزفيغاترول اش عندنا؟ يعني شي حاجه اللي هي عندها علاقه مع من؟ مع القلب. اصبح له علاقه وطيده مع من؟ مع القلب. وهاد لو برودوي هذا سي ان اونتي اوكسيدون بالدرجه الاولى، واي واحد كيستعملو الا وكتكون عنده مباشره بعد حتى هو بعد اسبوع 10 ايام على اكبر تقدير كيحس فعلا ان هناك تحسن، وهناك يعني واحد النتيجه اللي كتكون واضحه عند اي واحد. وقلنا انه كيمشي فين؟ انهم يوصلوا لي سيلول. ولكن هذا لو برودوي هذا لان فيه 8 الفواكه حمراء، وفيه ليكستري دو بيبان دو غيزان اللي هو الغيزفيغاترول، وبالتالي كيعطينا واحد الريزلتا اللي فعلا كتكون فاسيل وكذلك رابيد، وكذلك كيعالج لنا حتى الاشكاليه ديال المفاصل، الناس اللي عندهم مشاكل في لاكتوز الى غير ذلك. فهذا لو برودوي هذا فعلا كيعطينا واحد الريزلتا اللي كتكون فعلا جد جد فعاله. كنشوفوا الاي ام، ولما كنقولوا الاي ام والبي ام، الوغ اي ام يعني سي نورمال تركيبه نهاريه، واللي هو كيحتوي على 70 فيتامين، وكذلك البي ام كيحتوي على هو على 77 فيتامين. واي واحد كياخذ هذا لو برودوي هذا الا وكيكون اليوم ديالو كله يوم حافل بالنشاط، برودوي تري انرجيتيك
كيعطينا واحد القوه واحد الانرجي في الداز ديالنا وما كنحسوش بالتعب، واليوم كامل وحنا عندنا واحد النشاط واحد الحيويه، وكذلك كنتحملوا المتاعب ديال العمل. وبالليل لما كناخذوا البي ام كنكون عندنا واحد النوم اللي كيكون نوم هني مريء وما كنحسوا حتى بشي حاجه، وفي الصباح كنصبحوا اون بون فورم بحال ما كان عندنا حتى شي اشكال. وكذلك كيجينا لو برودوي نعره، وهذا لو برودوي نعره اللي هو فعلا وحديث ديال اي امراه اللي كتعاني من ماده من ماده الكولاجين. وهذا لو برودوي كيحتوي على 11000 ملغ ديال ماده الكولاجين، كذلك لا فيتامين سي، لا بيوتين، نياسين، لو زنك. لاحظوا معايا هذا المزيج، فيتامين سي، بيوتين، نياسين، لو زنك. دونك هذا الرباعي هذا بلس 11 ملغ دو كولاجين اشنو كيعطينا؟ كيعطينا واحد الريزولتا فعلا سحريه. اش كيعطينا؟ كيوقف لنا تساقط الشعر، كيوقف لنا تكسير الاظافر عند النساء. حنا كنعرفوا النساء الاظافر ديالهم عزاز عليهم بزاف، كتقول لك عندي مونك دو كالسيوم، نو لا راه الكولاجين راه مشكلته كبيره. ولكن لما كنجمعوا هذا الرباعي مع هذا الكولاجين اشنو كيعطينا؟ قلنا كيعطينا يعني كيحدنا من تساقط الشعر، من تكسير الاظافر، وكذلك اش كيساعدنا في ترميم المفاصل ديالنا. شحال من واحد كيكون عنده لي طوندون ما كيقدرش يشد شي حاجه فور بين يديه، كيكون الى زيديه الفوق كيحس بواحد التعب وكيحس بواحد الحرق. الاخوان الكولاجين مع هاد النعره والاستعمال ديالو كيعطيك ريزلتا اللي انت براسك كتنبهر فيها، يكتفي على انك تاخذ هذا البرودوي وتستعمله وغتعرف الكلام ديالي واش صحيح او لا. وكذلك هنا كيجينا لو برودوي اللي هو زين اللي هو خاص بالتخسيس وفيه 3 فاز، نيتواي، بغولي، اي سيبانويغ، اللي هو دائما الاساس ديالنا. لما كنقولوا نيتواي كيمشي دماغنا، سي ان برودوي، سي ديتوكس، وي سي ديتوكس، ولكن با كوم لي زوتر، لان هذا اش كيدير لنا؟ ايل ريغولاريز les hormones qui dirna ce qui dirna la mise à jour la reprogrammation de le corps diana obtali qui atena ce qui atena qui atena l'effet li ma kayoslolosh bzaf dial had el mentoujat el okhra li kayna f souq walakin hada qui atena spécialement lenneh fi had yani had el kayfiya el khassa bih li kayqadna had les hormones diana w chno huma had les hormones ديال الشبعه والجوع. يعني كتلقى شحال من واحد كتلقاه ماغ شنو ما عطيتي تيقول لك شبعان وفيه الشيء مشدوده، وشحال واحد تتحط له لا طابل عامره تيساليها وتيقول لك هل من مزيد. هذاك شنو عنده؟ عنده لو بروبليم حتى هو، لورمون ديال الشبعه ما كاينش. دونك هذا لو برودوي هذا كيدير لنا لا ريبروغراماسيون ولا ميزا جور، وفي التالي كنقولوا كيف في لا ريستوراسيون. سي فري كيعطينا هذيك لا ريستوراسيون، لان ديجا درنا واحد ليكيليبر اونتر ليستوما اي عندك لو سيرفو، كيولي بحال ان سيستيم ثيرموستاتيك اللي كيخدمنا اترافير هذوك لي ماش، وكيعطينا واحد لو سينيال بان اوب راك شبعتي ستوب، وفي التالي كتكون خديتي لا دوز ديالك المعتاده، وطبعا ما كتزيدش في الوزن ابدا، وبدون ما يكون عنده فعاليه يعني عندك مضاده او غير ذلك. وكنشوفوا اخيرا هذا لو برودوي اللي هو غوفيتابل اللي هو سبيسيالمون لمن هذا جا لتحفيز الخلايا الجذعيه. وهو اش كيدير لنا هذا غوفيتابل اللي هو يعني تقريبا خدا من صاحبه 18 سنه ديال الابحاث، وكان فعلا عطى واحد براءه اختراع سنه 2018. علاش؟ لانه فعلا صبح لي برودوي برينسيبال لي كومبليمون اليمونتير اللي عطاو الكثير والكثير لهاد الشركه هادي، وخصوصا هاد غوفيتا بلو هذا. لان اش كيديرنا؟ كيديرنا لا ملتيبليكاسيون ديال لوبو دي سيلول سوش، وهذا هو الجميل. وحنا كنعرفوا ان الانسان لما تيخلق عنده واحد العدد معين ديال الجذعيه اللي هما كيكونوا حوالي 8 مليون خليه، ولكن كل ما تيكبر كل ما تينقصوا. لما كيوصل لواحد السن 40 سنه كتوقع واحد لا ديغراداسيون خطيره في ذاك لو بول، اللي ربما كتوصل حتى ل 30 35
فقط 8 مليون خلية، وهناك يبدأ لنا الشيخوخة المبكرة والأمراض وإلى غير ذلك. ولكن هذا لو برودوي اش كيدير لنا؟ الغوجينير، وكذلك كيدير لنا لا ملتيبليكاسيون. وهنا كنجيو على نهاية العرض ديال هاد لي برودوي هادو. وفعلا لما كنشوفوا، اولا قبل ما نسالي وندوز الكلمه للاخت زينب، غادي نتكلم على هاد لو برودوي الجميل اللي خدمت عليه شركه جونيس، وهي لا سينيرجي. دونك هنا ما غنخافش الا خديت مثلا لا ام افيك نعره، ما غاديش نطرح سؤال واش غادي يكون واحد الكومبليكاسيون، واش غادي ديزيفي خايب. نو، لا سينيرجي توتال. وهذا من يعني من داك الامور الرئيسيه، ومن الذكاء ومن الاجتهاد ديال هاد لا كوميتي او هاد لو كوميتي سيانتيفيك اللي كتوفر عليها شركه جونيس. اذا كما عرفنا وشفنا الصحه ديالنا اننا من خلال الاستعمال ديال هاد المنتجات هادو غادي نطمئنوا على الصحه ديالنا. اذا الان غادي نحاولوا نشوفوا ونعرفوا شنو غادي نطمئنوا من الناحيه الماديه. كيفاش معنا الأخت زينب محسن، لك الكلمة. أخت زينب كتسمعيني؟ Oui, c'est Karim, merci beaucoup. Merci pour le partage. Allô, salam alaikum. Oui, c'est Karim Katsmani. Oui, salam alaikum. Merci beaucoup, c'est Karim. Merci pour cette explication vraiment très importante et très intéressante. Bon, كنرحب les invités اللي حاضرين معنا اليوم. وكنرحب لي ديستريبيتور اللي تاهما يا حاضرين معنا اليوم. كنقدم لكم نفسي، معكم مدام دين محسن، مقيمه بدوله قطر، داخل انا والزوج ديالي جونيس جلوبال. في طبيعه الحال هاد لا سوسيتي اللي هي سانسيرمون اون سوسيتي فريمون اكستراوردينير، اللي ما دخلت ليهاش بان ديبلوم ولا دخلت ليها باغ اكزومبل دي كونيسونس، ولا لا دخلت ليها افيك اون انفيتاسيون. حالي في حالكم، جيتي انفيتي انا ومو ماري، وكنت حاضره حتى انايا، ولا بيرسون اللي كانت كتلقي العرض سي مسيو كريم اللي سانسيرمون كنحييه دائما، وانا وكان مسيو كريم تيلقي العرض، وانا كنت سانسيرمون تري اتونتيف. كيف اليوم الا شفتوني واقفه هاد الوقفه، يعني منين بدا سي كريم وانا واقفه هكا، وانا واقفه اون فاس دو تيليفون ديالي، وكنتصنت وكنعاود نشوف ليكسبليكاسيون ديال لو بروجي وديال لاكتيفيتي جونيس وديال لو برودوي. الوغ قبل ما غنبدا عندي اون كيسيون لي زانفيتي. جو سي كو تبارك الله معنا با مال دانفيتي، معنا تبارك الله ميم دي فرونسي، اي اون سيكسكوز باسكو اون بو با دوني تو ليكسبوزي اون فرونسي. معنا دي جون دابا من فرنسا، من ايطاليا، من الاسبان، من المغرب، من كل انحاء العالم. فانا بغيت اون كيسيون قبل ما نبدا، فبغيت نعرف شكون دابا اللي ملي كان سي كريم كيلقي العرض ديالو الى بوزوان دي كولاجين. نهضروا غير على الكولاجين، جاوبوني بالشات. وي موا انا بغيت واحد، انا بغيت جوج، انا بغيت ثلاثه، انا بغيت اربعه، انا كل واحد شحال بغى. شكون لي بيرسون اللي محتاجين لي زونتي اوكسيدون، اللي هو كيف شرحنا سي كريم ريزيرف ان برودوي فريمون اكستراوردينير. شكون اللي محتاج انه يعني يعطي واحد التغذيه كامله للجسم ديالو، وسورتو لو فيزاج ديالو، ويحاول ينقص لي غيد، ويحاول يدير داك لو هذا يجدد الخلايا ديال لو فيزاج ديالو. وي شكون اللي بغى ان برودوي باش يضعف؟ شكون اللي بغى ان برودوي باش يولي سورتو الناس اللي عندهم داك النوم وداك النعاس ديالهم بيرتوربي؟ شكون اللي بغى ينعسكم ان بيبي؟ سانسيرمون كنهضروا على لا ام بي ام كيف هضر عليه سي كريم. الا جيت نبقى لقي لي كيسيون ديجا، جي ديجا كومونسي كاتر بواط برافو. مازال كاين دي جون اللي سمعت دابا وي جو بنا ارا جو بو بون. الا يمكن بقيت في دي كيسيون بيان سور غادي نلقى بزاف الناس، اولا طول الموند ا بيزوان دان برودوي فريمون بهاد لي كاليتي، ودان برودوي فريمون اكسيبسيونيل.
ملي كنقولوا ان برودوي عندنا اكسبسيونيل سي فري كلي اكسبسيونيل حيت شفنا لي ريزولطا اللي كيعطينا هذا البرودوي وشفنا لي ريزولطا اللي عطى الناس لي كو سا سوا بهنا ليهم كو سا سوا دخلوا معنا لي عطاهم ان ريزولطا اكستراوردينير. علاش عطانا ان ريزولطا؟ باسكو حنا قبل ما كنبيعوا وقبل ما كنعرضوا المنتوج ديالنا كنستعملوا حنا الاولين. فكلنا سورتو الناس اللي هما قدام يعني اونفيت قدام ولا جداد كلنا تقريبا كندخلوا كنبغيو اول حاجه كنستعملوا البرودوي ديالنا اللي ديجا قدا البرودوي راه تستعملوا ولي بيرسون اللي معروضين مع لي من عند لي بيرسون اللي هما يا جربوا البرودوي راه غيشوفوا تبارك الله لي فيزاج ديالهم افون و ابري باسكو اون طون اون برين دي فوتو وغادي يشوفوا الريزولتا عندهم. دونك عجبكم البرودوي و جو سي تري بيان حتى اللي ما جاوبنيش راه تيقول علاش لا ما ناخذش انا ان ولا دو ولا تخوا برودوي. الوغ كيفاش غادي نقدر ناخذ هاد البرودوي بيسكو عجبكم كيفاش غادي تقدروا تشريو باش غتقدروا تاخذوا كيفاش؟ باغ اكزومبل كاين دابا اون بيرسون ولا دو بيرسون راه في الدين ديالها دابا كيدور عندها اولا كتفكر سا سور سون فرير سان مير سون بير شي حد اللي عندها اليترونجي شي حد اللي عندها دلا فامي اللي كيعاني من لاغتروز بزاف لي سانسيرمون اون فام لي ولات ديجا ديزيسبيري ولات بيسكو ما بقاش عندها واحد لي كلاف في الفيزاج ديالها عندها بزاف ديال لي غيد عندها داك الغلاشمون بزاف عندها. فكل واحد فينا عنده هاد لي كا كل واحد فينا عنده بوكو دو كا لي دابا ما كيشوفش راسو انه محتاج غير هو ولكن محتاج ليه هو ومحتاج حتى لي كونيسونس ديالو ومحتاج حتى لونتوراج ديالو. كيفاش نقدر انا نشري هاد البرودوي وكيفاش نقدر انا يعني هذا يكون عندي انا اولا ناخذو انا وياخذو معايا حتى لونتوراج ديالي مي زامي ما فامي ايانس دو سويت. الوغ هنا غادي نطرق لان اوتر فولي اللي هو لي سي بوين دو غان اللي عندنا اللي غادي نبداو بلو برومي بوين غنهضروا فيه على كيفاش نقدر انا نشري هاد لو برودوي وكيفاش نقدر حتى انا نكون موزع من عام مع الشركه الا خديت هاد البرودوي. حيت كلنا كل واحد فيكم اليوم معروض معنا يقدر ياخذ البرودوي ولكن سي انو دو شوازير سي افو دو شوازير بغيتو تشريو من عندنا البرودوي بواحد لو بري تي تي سي اولا بغيتو تشريو البرودوي بان بري اللي يكون موان. هذا هو لو برومي بوين اللي غنهضروا عليه برومي بوين اللي هو شنو هويا اللي هو عندنا واحد هامش ربح اللي هو من 15% حتى 40%. الو هنا غادي تخسروا يا اما تشريو من عندنا لو برودوي من يعني تاخذوا موا دو تقريبا واحد لا فورشيت اونتر 15% و 40% اولا تاخذوه ديجا بري ديال لي كليون بري تي تي سي. الوغ سي ا فو دو شوازير وهذا سي لو برومي بوين اللي كتعطي لنا لا سوسيتي ملي كنخرطوا مع الشركه. كيفاش كنخرطوا مع الشركه وعلاش كنخرطوا مع الشركه؟ اول حاجه كنبداو بواحد الثمن هو رمزي واحد الثمن اللي هو بسيط جدا وهذا الثمن اللي هو بسيط اللي كنخلصوه لا سوسيتي باش كنديروا ديجا كناخذوا داك لا ليسونس ديالنا ولا داك الشريك ديالنا ولا داك لابونمون ديالنا كل واحد يسميه باي بيسكو بغيت انا نكون موزع مع الشركه وبغيت حتى انا ناخذ هذا البرودوي ولكن ناخذوا بواحد النسبه اقل. فعندك الحق تاخذوا بنسبه اقل. علاش؟ لانك غتخلص الانخراط ديالك مع لا سوسيتي ماشي مع لا بيرسون اللي غتعرض عليك لا مع لا سوسيتي. شحال غتخلص؟ غتخلص 31 دولار اللي هي في المغرب حاليا سي 320 دولار باردون 320 درهم 320 درهم كنخلصها كناخذ الشراك ديالي وكناخذ اي برودوي اللي هضر عليه اليوم دابا سي كريم اي برودوي بغيت ناخذه كنشريه كل برودوي اشنا هي هاد لا فورشيت اونتر 15% و 40% كل برودوي عنده ان بورسونتاج ديالو. باغ اكزومبل الا جيت نهضر على لو سيروم اللي هضر عليه توتالور سي كريم ان سيروم اللي هو فريمون تري كونسونطري اللي كناخذو جوست نقيطه وحده ما بغيتش ندير هاد النقيطه باسكو غنضيعها وهي اللي غندير توتالور فوجي. دونك هنا كنديروا نقيطه وحده وهاديك النقيطه كنديروا بها كاع لو فيزاج اي لو كو. وهاد البرودوي راه هضرنا عليه قبيله اللي هو بوغ لو غولاشمون اللي هو كيجدنا الخلايا ديال البشره ديالنا اللي تيخلي لنا داك ليكلا اكسترا اوردينير بالنسبه لليطاج بالنسبه
beaucoup de problèmes les neuf le visage ديالنا. Donc par exemple هذا البرودوي اللي خدينا غير لو كار ديال هذا البرودوي هذا كناخذوه منين شحال كنشريو من لا سوسيتي كنشريو ب 95 دولار وبشحال كنبيعو كنبيعو ب 114 دولار شحال عندي انا يا داير الربح عندي 52 دولار اللي عندي في جيبي اللي كنربحها مع لا سوسيتي الوغ هذا هو لو برومي بوين اللي عندي وعندكم وعند اي واحد بغى يدخل ينخرط معنا في الشركه في عوض يشري 114 دولار شحال كيشري كيشري ب 95 دولار بريسك لا موتي هذا لو سيروم هذا بريسك في واحد شي 38% تقريبا 35-38% اللي فيه المهم اودلا دو 30% اللي فيه ديال لا روميز ومني كنهضروا على 30% ديال لا روميز فريمون اي لي تري امبورطون دونك هذه لا فورشيت اللي اللي كتكون عندنا ما بين 15-40% دونك هنا انا بيرسونيلمون ملي كنت معروضه داك الساعه يعني داك الساعه فكرت سي شي حاجه اللي هي باينه انا عجبني البرودوي علاش غادي انا باقي ما فكرش في راسي واش غنخدم في الشركه ولا ما غنخدمش واش بغيت نخرط واش بغيت نعاود حيت ما كاينش غير لو برومي بوين كاين سي بوين دو غا فانا اول حاجه هاد لو بوين سا ما ارونجي علاش لان انا عجبني البرودوي بغيت نجرب كاع لي برودوي كاملين بغيت نجرب لي كومبليمون اليمونتير وبغيت نجرب البرودوي كوزميتيك فهاد لو بوين هذا كان في صالح ديالي علاش لان غادي نخلص 31 دولار بعدا اول حاجه غادي نبدا في البديه الاولى ماشي كيعطيك ان ستوك سير تتبيعو هاد لا في البديه الاولى كتدخل ديجا كتاخذ امتي دروميز اللي هي هادي دونك ها انا ان ديستريبيتور ها نتوما دي ديستريبيتور شري مع راساتك البرودوي اللي بغيتي هذيك اختك اللي فكرتي فيها حتى هي لا ميم شوز اي بو فير لا ميم شوز الاخ ديالك اللي فكرتي فيه اي بو فير لا ميم شوز لا فامي ديالك اللي على برا اللي فكرتي فيها اي بو فير لا ميم شوز وكيفاش تقدر دير لا ميم شوز وانت جالس بلاصتك ولا جالس في دارك ولا جالس في البيرو ديالك ولا جالس في خدمتك ولا جالس فين ما كنتي كتبارطاجي لو ليان ودايوغ اليوم معنا شفت شحال من واحد معنا دي جون في ليترونجي ودايوغ انا ديجا ان اكزومبل انا دابا راه من قطر كندوي معاكم وانتم راكم في المغرب وكل واحد فين ومعنا الناس من تونس اللي كنحييهم معنا الناس من لاغريس معنا الناس من كل البلاصه فاش ما كنديروا اون بارطاج لو ليان ديالنا كنديروا لو بارطاج ديال لو ليان ديجا في هاد زوم ولكن ملي كنبغي نبيع باردون نرجع الفكره ديالي ملي كنبغي نبيع لا فامي ديالي الناس ديالي اشنو كندير كنصيفط لهم لو ليان ديالي كيدخلوا يشوفوا لي برودوي اللي بغاو كيخلصوا لا سوسيتي ولا سوسيتي كتصيفط لهم حتى لعندهم للدار فين ما كانوا في البلاد اللي كانوا فيها بيان سور سوف المغرب دابا باسكو بروشينمون غادي يكون عندنا ديجا لو ستوك ان شاء الله في ديبي ديال 2021 ان شاء الله غيكون عندنا لو ستور داكو هاد لو بوين غنطرق ليه ابري دونك فيما كان عندي كلكان اللي باغي البرودوي تيخلص لا سوسيتي ولا سوسيتي اللي كتجيب لي البرودوي ما كانهاش انا البرودويات وغادي ونبقى ندير بورطابور وندور بهم وهاكي خدي هذا لا خدي هذا لا هذه بغيتي جوج لا هذا ثلاثه لا شحال خديتي دابا ارى ليا التطبيق ارى نو ان برودوي اكسيبسيونيل un produit professionnel avec une vente professionnelle bien sûr avec une natija li hiya exceptionnel fa hada huwa le projet ديالنا en général donc منين هادي طريقه البيع ديالنا je partage le lien ديالي اي واحد بغى شي حاجه كيشري من عند لا سوسيتي كيخلص لا سوسيتي انا شنو كنعرف كنعرف غير que partager et gagner partager et gagner partager le lien ديالي باش الناس يشريو et gagner les 52 dollars les 100 dollars les الفلوس اللي غتبقى تلاح ليا من ادوات ياغوش بيان سور خدمتي ما كتنحاصرش غير هنا كنفهم الناس هذا نعطيهم ديجا لو بارطاج اللي عندي انايا كوم دي فورماسيون كوم البرودوي في اي حاجه ولكن انا شرحت غير طريقه البيع اللي هي فريمون على اوتور اللي هي بروفيسيونيل هذا هو لو برومي بوين اللي عندنا ملي كنخلصوا الاشتراك ديالنا ديال 320 درهم اول حاجه بعدا كتعطيك لا سوسيتي ملي كتخلص لا 320 اول حاجه شركه كتصيفط لك ان ليان اللي كيولي بسميت بالاسم ديالك لي ديجا ديال جونيف جلوبال هذاك لو ليان كتصيفطو للشركه باش كتبدا كتخدم في داك لو ليان كتخدم بداك لو ليان ديالك كتبغي تبارطاجي البرودوي بهذاك لو ليان كتبغي تبارطاجي لي بري بهذاك لو ليان كتبغي انت ديجا تاخذ معلومات وتاخذ تقرا شويه على البرودوي تشوف لوبورتونيتي وتقرا هادشي كامل اللي قالنا اليوم السي كريم في داك لو ليان ديالك وحنا كنعرفوا باش دير ان ليان ولا باش دير ان سيت
راه ديجا سي كوت سي افيك بوكو دارجون دونك هنا الشركه كتعطي لك غراتويتمون اولا نقولوا اون باراليل سكو تو فا بي اللي هي 320 درهم دونك سي تري انتريسون انا غير بارك عليه هذا لو برومي بوين اللي فريمون انتريسون وبالنسبه لي انا ملي كنت معروضه فحالكم بغيت ما بقيتش بغيت ما كنتش كنشوف لو دوزيام لو توازيام سانسيرمون ولكن كنت كنشوف غير هذا لو برومي بوين سما ارونجي خلص 31 دولار داكور غادي ناخذ من 15 ل 40% غادي يجيني البرودوي حتى لداري هنايا في قطر فعلا كيدقوا عليا حتى هنايا في ديكس وكيعطوني البرودوي ديالي الوغ سي سي وشكون اللي عرض عليا عرض عليا ان بيرسون من اكادير مسيو العسكري محمد اللي هو في المغرب دونك سي كوم سا كوم اون طرافاي فكرت فيها قلت علاش نخرج جينا لو دوزيام بوين اشنو هو لو دوزيام بوين وهنا فين علاش انا لقيتوني واقفه حداكم دابا دونك لو دوزيام بوين اللي هو شنو هويا اللي هو ربح الاحاله اشنو هي ربح الاحاله ما معنى ربح الاحاله مثلا انا فاش بديت ديجا ديما انا كنرجع للاكسبيريونس ديالي وكل واحد يكالكيها هو كيفاش بغى ويسول ما تعرضوا عليه دونك عجبني لو برومي بوين نخرط جاني البرودوي بديت كنستعمل البرودوي الوغ في لا بروميير جورني لو دوزيام لو توازيام جور بدا كيعطيني ان ريزولتا ديجا نهار كيف قلت لكم انا ملي احتاج منين كنت بغيت البرودوي واحد الوقيته ولا وجهي ما بقيتش كنبغي نشوفه في المرايا سانسيرمون ديجا في هاد لو ستريس كون في هاد ديجا ما غاديش ندخلوا في بزاف ديال الحيتيات كنشوف وجهي ولا تيغن ما بقاش في واحد ليكلا ما بقيتش كنبغي نشوف وجهي في المرايا وكان السي كريم دائما لا بريزونطاسيون ديال لو برودوي باسكو كنديروا دي فورماسيون في البرودوي كان كيقول لنا الناس اللي كيستعملوا لومينيس راه الصباح كينوضوا الصباح كيبقاو يضحكوا مع راسهم في المرايا انا تنقول كيفاش غنضحك مع راسي في المرايا وايني على السي كريم سمح لي السي كريم زعما سي وقيلا زعما بزاف على يضحك الواحد في المرايا في الصباح جو جور كو سانسيرمون لو 3ème لو 4ème جور انا بديت داك الابتسامه اون فير مون فيزاج في المرايا علاش باسكو بدا تيبان ليا الفرق بدا بيان سور هاد لي سيو ما كيمشيوش دغيا ولكن بدا كيبان ليا واحد ليكلا اكسترا اوردينير وجهي تيلمو الى ايدغاتي تيلمو كنحس بيه يعني رجع واحد الشباب اللي رجع فيه فريمون اكسترا اوردينير الوغ هنا ملي كنشوف الريزلتا وبدا فيا انا الاولى اشنو كندير جو بارطاج الو اختي راه عرفتي شنو خديت ديجا ودخلت معايا ما سور الو ما سور سيام عرفتي البرودوي دخلت معايا ما دوزيام سور الو مون فرير ابري دخل معايا مون فرير مي زامي انتيم اللي هما خوتي خواتاتي دخلوا معايا لاكتيفيتي الو هنا تي بارطاج ولكن تي بارطاج افيك اكسبيريونس الو هنا ملي كتبارطاجي لاكتيفيتي والناس هما كيقول لك انا بغيت لا ميم شوز ما غاديش نقول ليها الو مريم اختي دونك البرودوي الي اكسترا شري من عندي سيروم 114 بغيت نربحها بوحدي ما بغيت نخلي حتى واحد يربح لا علاش جو بارطاج مع كلشي هي كتربح وانا كنربح وحتى الشركه كتحفزني انني ندير هاد لو طرافاي الوغ هنا فين كندخلوا هاد ربح الاحاله بيسكو انا جو بارطاج اي واحد بارطاجيت مع لاكتيفيتي ودخل معايا حتى هو ولا نفس داكشي نفس البرومي بوين اللي انا احتليت يعني ولا عندي ولا ربحته حتى داك الاخت ديالي مثلا نعطي انا دائما الاكسبيرونس ديالي هي لا ميم شوز حتى هي غتدخل معايا دخلات معايا خلصت 320 خدات هي البرودوي ولكن الشركه اش كتقول ليا الشركه حنت درتي لا بوبليسيتي حنا غادي نجازيك بواحد المبلغ حنا غنجازيك بواحد لا بوبليسيتي بواحد لا بونيفيكاسيون اشنو هي لا بونيفيكاسيون هي اللي داخله في هذا لو سيام بوين اللي هو ربح الاحاله كتعطينا للشركه من 25 دولار حتى 400 دولار اشنو هي من 25 حتى 400 دولار على حسب الدول ولا حسب لي باك اللي كياخذ الواحد اشنو هي هاد ندير ان سي طابلو داكو نحاول ندير هاد سي طابلو دونك هنا بيان سور كناخذوا دي باك كيفاش كناخذوا دي بونوس كناخذ اي واحد عرضت عليه كيدخل كياخذ لو برودوي كياخذ ان تي باك ولا ان غون باك ولا على حسب هو شنو بغى المينيموم سي 3 برودوي في ان باك اللي هو ان باك بازيك هذاك لو باك بازيك اللي كيعطينا 25 دولار داكو 25 دولار شحال فيها 100 بوين كيعطينا دي بونوس وكيعطينا لي باك كيعطيونا دي بونوس وكيعطيونا دي بوين
وهنا غادي نشوفوا لي بوين فين كنحتاجوا حنا لي بوين واشنو الدور ديال هاد لي بوين. الوغ 25 دولار كتعطينا شحال؟ كتعطينا 100. ولكن شحال خلص الحليه؟ هنا غادي المينيموم سي 3000 درهم. دونك جي بي 3000 درهم جي روسي واحد 25 دولار افيك 100 سي في اللي هي 100 بوين. كاين ان اوتر باك، انا كنمشي معكم غير اكزامبل، كاين ان اوتر باك اللي كنطلب فيه شحال تقريبا 5000 درهم اللي كيعطيني بريسك واحد بريسك واحد اكثر من 50 يمكن ابوبري 100 دولار واللي كيعطينا واحد 200 سي في. كاين ان باك ديال 7000 درهم اللي كيعطينا هنا كيعطينا يمكن غير شي 80 دولار ولا تقريبا داكور. هنا 100 دولار وهنا سي 300 سي في. كاين بلوس كو 10000 درهم اللي كيعطينا 200 دولار واللي كيعطينا 500 سي في. ولو باك اللي خديته انايا سيتي تقريبا واحد 14000 حتى 15000 درهم اللي كيعطي 400 دولار ولكن 400 دولار في قطر. قطر كاين ان باك ديال ابوبري 15000 درهم اللي كيعطي 400 دولار لا بيرسون اللي كتكون عارضه عليك اللي هو السبونسور ديالك اللي فيه تقريبا واحد بريسك ما عقلتش مزيان بزاف ولكن بلوس كو 500 سي في. الوغ هنا كنخلصوا لي باك ولي بونوس بيان سور. اي واحد دخل معايا كيخلص لي باك ديالو كيطلع لي انا لي بونوس وكيطلعوا لي لي بوين. وهنا لي بوين غادي نشوفوا هاد لي بونوس اللي كناخذ ما كناخذهمش من جيب داك لا بيرسون عرفت عليه، ما كناخذهم لا من جيبو ولا من برودوي ديالو، ما كتنقص لي حتى شي حاجه. اي واحد كيخلص شركه الشركه كتجيب لي البرودوي اللي عنده ولكن انا كتعطيني الشركه ان بونوس باسكو انا درت لا بوبليسيتي للشركه ولا ميور بوبليسيتي سي دو بوش ا اوري. هذه هي لا بوبليسيتي اللي كتكون فريمون ريوسيت. الوغ كيف انا كيف انت كيف انت كيف اي واحد دخل اي واحد دخل يل فا بارطاجي يبدا بعدا بلي زانفيتي بلي بروش ديالو لي لي لا فامي لي زامي و حتى هما غياخذوا دي باك والشركه كتعطيك البونوس. الوغ هذا ان دوزيام بوين. الوغ نرجع ليا انا ليكسبيريونس ديال لوست جيتي انفيتي عجبني البرومي بوين عاوتاني جيت لو دوزيام بوين قلت علاش لا انا جو في بارطاجي مع لا فامي ديالي مع لي زامي ديالي علاش لا ما ربحش لو دوزيام بوين. ماشي طمعت ولكن بالعكس كان عندي هدف اكبر وقلت بيسكو كاين ان بوين ربح حتى انايا والحمد لله بدينا وعرفت على الناس ديالي وبداو معايا حتى هما ايسون ساتيسفي كل واحد تبارك الله راه كينمي المشروع ديالو بطريقته. هذا هو لو دوزيام بوين اللي هو ربح الاحاله ان بوين فريمون تري امبورطون. الوغ شنو هما هاد لي سي في وفاش كينفعونا هاد لي سي في ولا هاد لي بوين اللي كتعطينا لا سوسيتي. هنا غادي نجي لو ثوازيام بوين. اشنو هو لو ثوازيام بوين اللي هو ربح التوازن. شنو هو ربح التوازن؟ هنا عندنا ان سيستيم اللي هو بينار، ان سيستيم اللي كيمشي بجوج ديال الرجيلات كيف كنقولوا كنعرضوا على الناس وبيان سور داك الناس عندنا واحد السيستيم بينار اللي هو سيستيم ابريد اللي كنحطوا دي جون في لا دووا ديالنا وكنحطوا لي جون في لا غوش ديالنا. هنا غناخذ ان كا ان كا باش كومسا نفهموا هاد لو سيستيم هذا. الوغ ديجا مثلا دخلت معايا دخل معايا ماشي محمد داكور باش نشرحوا مزيان هاد ربح التوازن كيفاش فيه الارباح وكيفاش كومون سا سباس. دخل معايا محمد بيان سور حتى هو غادي يعرض الوغ سيستيم بينار كيمشي بهذا الشكل هذا داكور حتى هو غادي يعرض. الوغ غادي يعرض على الناس ديالو غيبدا بلا فامي بلي زامي بالناس اللي كيعرف دي جون دو كوميرس دي جون اللي باغيين الام اللي ديجا تبارك الله اللي كيعجبهم الام ال ام دي جون امبيسيو اللي باغيين ديجا اون اكتيفيتي اون باراليل دي جون اللي باغيين ينميو مشاريع واللي باغيين يزيدوا في الدخل ديالهم لي جون اللي كيبغيو داك الشغل مع ناس فريمون اللي كيبغيو الغولاسيونيل سانسيرمون. كاين كل واحد والهدف ديالو كل واحد واشنو بغى ديجا في حياته اون جينيرال. فهنا هادشي هادو هما لي كريتير اللي كنختارو بهم ديجا لي زانفيتي ديالنا. اون انفيت با نامبورتو كي ما كنعرفش على اي واحد ولكن كنعزلو الناس اللي بغيناهم يكونوا معانا دي جون دو كاليتي. ملي كنهضر على لا كاليتي كنهضر على الجوهر ديال لا بيرسون ما كنهضرش على وديجا هنا نيت غنسول لكم ولا كان شي واحد نيت يقول لي وي اسكو فهاد الناس اللي عرضوا عليكم شي حد سولكم قال لكم واش شحال عندك في الكونت ديالك واش عندك بوكو دارجون في الكونت واش عندك شي ديبلوم كيهرس الحجر في الكوميرس وفي الماركتينغ. جو نو بونس با باسكو ماشي هما هادو الناس اللي بغينا ولكن بغينا دي جون دو كاليتي. ملي كنهضروا على لا كاليتي نو
هنا مدام امل ما ريبوندو قالت لي نو وي سي فري باسكو حنا كنعرضوا على لا كاليتي كنعرضوا على النقيلات شنو هما النقيلات اشنا هي لا كاليتي دي بيرسون دي جون امبيسيو دي جون اونيت دي جون سانسير دي جون كي ايم لو بارطاج ملي كنهضروا على كي ايم لو بارطاج اي حاجه فيها الخير كيبغي حتى هي يشاركها مع الناس اون جينيرال دونك هنا محمد بيان سور حتى هويا من هاد الناس اللي عرضنا عليهم داكور il va inviter madame Fatima il va inviter هنايا monsieur Ali عاوتاني il va inviter une autre personne مثلا madame Maryam il va inviter madame Haya il va inviter monsieur Ibrahim et ainsi de suite alors هنا ربح توازن حتى هو فيه un autre point اللي هو شنو هويا كتقول لنا الشركه كل ما درنا 600 نقطه في هذه الرجيله و 300 نقطه في هذه الرجيله اللي هي لا توتاليتي سي 900 نقطه الشركه كتعطينا هاد 900 نقطه كتسمى دوره اللي هي ان سيكل وهاد لو سيكل هذا الشركه كتعطينا عليه 35 دولار دونك هنا غادي ندير ان سيكل ايغال 35 دولار وفي طبيعه الحال انا ما كنخدمش غير على ان سيكل انا دخلت لا سوسيتي وبديت كنعرض على الناس ديالي وماشي بوحدي اللي غنعرض الوغ انا عرضت على فاطمه فاطمه راه هي غتعرض غتحط لا بيرسون هنايا علي انا عرضت على علي تا هو غيعرض فين غيحط الناس هنايا هاد اكس فين غيحط الناس غيحط هنايا هاد اي غير فين غيحط الناس غيحط هنايا والشبكه عندي كتكبر لا ميم شوز هنايا هاد السيد هذا اللي هو ابراهيم فين غيعرض غيعرض على كيلكان اللي هو فين كاين في مثلا في الاسبان وهاد السيد اللي في الاسبان غيعرض على شي حد في امريكان وهاد السيد امريكان غيعرض على شي حد في قطر والشبكه كتفرع وكل واحد عنده المعرف ديالو وكل واحد عنده لي كونيسونس ديالو وهنا كتكبر وكتولي تبارك الله ملي كتحل الشبكه ديالك ملي كتحل الشجره ديالك كتلقاها بلان دو ديستريبيتور في لو موند اونتي هادشي علاش هنا ما كيبقاش يطلع لك ان سيكل ولكن كل مره كيطلع لك لو سيكل لدرجه ان الشركه عطيانا شاك سيمين الماكسيموم سي 750 سيكل اللي هي فوا 35 دولار 750 ديرو 35 دولار اللي غتعطينا شحال ماكسيموم باش ماكسيموم في اون سيمين وهادشي التسطيه هادي كيفاش ماكسيموم في اون سيمين 750 دولار ممكن بزاف لا يمكن علاش يمكن باسكو دو طرافاي ما كيجيش في نهار ما كيجيش في لو مو بروشان ما كيجيش ديسي دو ولا 3 موا كيجي في لو لون تيرم كيجي اليوم وغدا وانا كنخدم والفريق ديالي كيخدم وانا كنخدم والفريق ديالي انا كنكبر الفريق والفريق حتى هو كيكبر الفريق ديالو بيان سور هنا ما غنجي فين ندير عام حتى غنلقى واحد ليكيب عندي فريمون كبيره بزاف بزاف وكل واحد كيخدم وهنا كيطلعوا لي بوين 300 600 300 900 900 بيان سور دي جون اللي كيوصلوا ومعانا دي جون في الشركه اللي هما كيوصلوا 750 سيكل اللي هما وصلوا للديامون دي بوزيسيون اللي هما كبار ديامون وفوق من الديامون الوغ اي حاجه كتعطينا الشركه الا وكتربح ماشي مشكل الا درت هاد 750 دولار هدف عندي اللي ربحها من هنا العام ليسونسييل سي كو بديت من دابا والحمد لله بدينا ربحنا لو برومي بوين ربحنا لو دوزيام بوين الباريناج اي واحد دخلنا ربحنا لي 100 دولار ربحنا لي 200 ربحنا لي 25 دولار ربحنا 50 دولار بدينا في لي سيكل ربحنا ان سيكل لو دوزيام ولو ثوازيام ولو كاتريام ولو ديزيام وحنا غاديين فاي حاجه كتقول لك لا سوسيتي كتشوفها كتلمسها ماشي غير كتسمع ليها لا كتشوفها وكتلمسها وكتدخلها لجيب سكي تري امبورطون سينو ما غاديش تكون عندنا الجراه ما غاديش تكون عندنا هاد ما نسمى غير الجراه اننا كنعرضوا على الناس وكنديروا زوم ماشي في ان بيرو ماشي في ان اوتيل اللي هو فيرمي مسدود علينا غير داك 300 ولا 200 ولا 1000 بيرسون بركه لا حنا دابا راه العالم كله كيشوفنا وجهنا غير مال الدنيا كله دونك ملي كنهضروا على هذا الشيء سي كو حنا عشناه وجربناه وشفناه ولمسناه وربحناه فاشي ماشي ربحنا 750 نو انا كنهضر على شحال قلت لكم ماكسيموم وصلت للديس ما نقول لكم شحال نسيكل فحنا ديجا بيرسونيلمون يلا دابا كملت 5 موا ودابا انا طالعه في لو 6ييم موا دونك هنا كنهضروا على ديجا اللي داروا دي زاني اي دي زاني ولاو كيربحوا هاد الملايين الملايين في السيمانه راه 750 سيكل الا ضربناها 750 في 35 راه 28 مليون في السيمانه يا
يعني كل واحد يشري اي بارتمان سكن اقتصادي، في وحده في مراكش، وحده في اكادير، وحده في الشمال، وحده في وينس دوسفي. ان شيفر تري امبورطون نخدم عليه بيسكو الشركه قالت لي خدم عليه واحد النهار توصل لي، نخدم عليه ونوصل لي. ماشي بحال خدمتي، ماشي بحال مون اكتيفيتي. و20 عام وانا خدامه قدرت كاع نجمع حتى 10 مليون قاده، 30 عام وانا خدام، 10 سنين وانا خدام، 15 عام وانا خدام. الوغ هنا ما كنقولوش 15 و20، لكن نخدموا على 15 و20 سي غاف. هنا كنهضروا على عام ونص لعامين ونوصل لهذا الحريه الماليه كيقول دائما السي كامل. دونك دي بوين اللي هما فريمون تري امبورطون اللي عطينا الشركه اللي محمسنا اننا نخدموا علينا غير نشمروا ونخدموا عليها. ما كتجيش بالنعاس، ما كتجيش بان دخلت يلا باش كيفاش غربه فينا هما ديال السيكل نخدم عليهم. ما غاديش لي سيكل غادي يجيو ينقزو وما يجيو عندك، لا خصك انت تمشي عندهم وتجيبهم وغادي يجيو غايجيو. هاد لو بوين كي تري امبورطون. دونك هنا واللي زوين في هاد لو سيستيم واللي زوين فريمون في لو سيستيم بينير اللي هو شنو، كنخدم انا والفريق ديالي، هذا كامل كيتسمى الفريق ديالك. يعني انت عرضتي غير على جوج وهاد جوج راهما تعرضوا، واي واحد كيجي من بعد باغ اكزومبل هنا ولاو عندك، نقولوا حنا ولاو عندك 10 الناس وابخي دي بيرسون اللي انت عرضتي عليه غير جوج، من بعد انت عرضتي فين غيجي داك لا بيرسون غتعرضي عليه، من بعد غتجي هنا، هذا عرض على شي واحد فين غتجي لا بيرسون غتجي هنا. وهنا كيجيونا هاد لي 600 300. كيفاش كيجيونا لي 600 300 وكيفاش كنربحوا 900 تدوره؟ هنا فين قلت لكم غادي نشوفوا نتركوا لهاد لي بوين من بعد. الوغ هنا ديجا فاطمه دخلات، اشنو خدات؟ خدات ان باك بازيك، عطاها 25 دولار لمحمد ودارت 100 بوين. هذا خدا ان باك عطى خدات 7000 درهم عطانا 200 بوين. هذا خدا ان باك عطانا 300 بوين. هذا خدا ان باك عطانا 500 بوين. هذا خدا ان باك عطانا 600 بوين. هذا خدا 100 نقطه، هذا 200 نقطه، هذا 400 نقطه، هذا 500 نقطه، هذا 100 نقطه، هذا 120 نقطه. هنا فين كنجمعوا هاد النقاط اللي كيعطيونا 600 نقطه. الوغ كل ما جمعت من هنا راه كتولي عندي واحد 3000 بوين فاسيلمون، وهنا تقدر تولي عندي واحد 5000 بوين فاسيلمون لو طراي ديكيب. الوغ هنا كنبدا الشركه كتقطع ليا 500 كتقطع منها 600 و 300 كتقطع منها 3000 كتقطع منها 300 كتعطيني دوره كتبقى تحيد منهم 100 300 600 300. شوف هاد 5000 و 3000 شحال غتعطيك من سيكل، راه غتعطيك فريمون واحد ان نومبر ديال سيكل اللي هو تري امبورطون. الوغ هنا غادي ندوز جيسبر نكون هاد لو بوين الي كلير، ما غاديش نسرو غادي نخلي هنايا داكور. وغادي ندوز لو كاتريام بوين، سي كلشي هادشي لي سيستيم كاع لي بوين اي سون انشيني مع بعض. لو كاتريام بوين اللي هو ربح الاجيال. علاش ربح الاجيال؟ باسكو هنا ملي قلنا فاطمه وقلنا احمد اللي هما مع محمد، هادو سي وليدات احمد وليدات محمد، فهما كيتسناو من السلاله الاولى لا جينيراسيون الاولى. شنو كتقول لك عاصين الشركه؟ كتقول لك الا درت السلاله الاولى شحال غنعطي لا بروميير جينيراسيون؟ 20%. الشركه قالت لك غنزيدك 20% في السلاله الاولى. الوغ شنو غتقول انت؟ هي غتقول بيسكو عطاتني 20% دونك كاينه غتكون السلاله الثانيه. تبارك الله راه عندك بزاف بطبيعه الحال. كاينه لا دوزيام جينيراسيون. شنو هي لا دوزيام جينيراسيون؟ غتعطيك الشركه 10% اللي هي فاطمه لا بروميير وهاد عبد الله لا دوزيام. كاينه عاوتاني لا ثوازيام. اشنو هي لا ثوازيام؟ اللي هي باردون لا دوزيام 15%. Alors, la deuxième génération, 15%, ou la troisième génération, les gars, attendez, chez les gars, 10%. Alors, la première génération, 20%, la deuxième, 15%, ou la troisième, 10%. Rien que d'un, chez les gars, je m'allais que tu l'as. Qui veut que je vais aller que tu l'as? Un des comptabilités, des gens comptables, c'est un système, les gars. خدامين عند الشركة وخدامين حتى عندك باش 320 درهم. ما جبتي كونطابلي يجمع لك فلوسك شحال ربحتي، ما جبتي شي حد لي اكسبير، ما والو، بلا ما تجلس نهار كامل تتحسب شحال درت شحال دخلت شحال، ما تحسبش، لان ما يمكنش ملي غتكبر عندك الشجرة امبوسيبل نتايا غتقدر تجيري هادشي كامل. لو سيستيم اللي كيجيري ولو سيستيم راه الي بيت اي ديسيبليني، اي حاجة تحطات ليه كتوزع على الفريق كامل. دونك اي حاجة تحطات ليك
كتجيك اوتوماتيكمون. علاش؟ لانك ديجا ديجا كيف قلت لك راه ربحتي هاد لي بوين وديجا غادي يجيوك باغ اكزومبل كو سا سوا 20% ولا 15% ولا 10% ولا لي سيكل اي حاجه درتيها سور لو شون كتطلع لك في الارباح ديالك وواحد لابليكاسيون اللي حتى هي داك لابليكاسيون كتعطيها لك لا سوسيتي واحد لابليكاسيون اللي هي واحد اوفيس اللي هي مكتب ديالك مكتب ديالك حيت اي شركه عندها واحد المكتب ديالها اي شركه عندها واحد الكونطاب ديالها اي شركه عندها لي زومبلوي ديالها اي شركه تيكون عندها واحد الاوفيس ديالها اللي هو كلشي هادشي عندك دايره لك الشركه باش فواحد لابليكاسيون كتعطينا اللي هي جيموبيل عرفتي انا حنا اللي ديستريبيتور ديالنا باش كنخدموا عليها كنشوفوا فيها الارباح ديالنا كنشوفوا ميم الشجره هادي هاد الشجره هادي كنشوفوها بلا ما كنخدموش حتى جبد ورقه وستيلو بقات وكتب وعقل عليه ودير لي لا دات وهذا امتى دخل وهذا شحال خدا وهذا امتى دخل كلشي هادشي جيغي في اون ابليكاسيون اللي كتعطيك لا سوسيتي علاش كتعطيها لك لا سوسيتي باسكو اللي تيموزع معاه وخلصي 320 حتى هي داخله في 320 ديرهم ومشروع هذا انفيستيسمون صغير شو شحال عطاني بزاف ديال الحوايج سي تري امبورطون الوغ هنا لو كاتريام بوين قلنا 20% منين كناخذ 20% 20% ديال لي سيكل الوغ هنا ديجا كيمسا كناخذ هاد لا بروميير جينيراسيون ملي كنولي جاد كناخذ لا بروميير جينيراسيون كيمسا كنربح لا دوزيام جينيراسيون ملي كنولي بير كيمسا كنربح لا توازيام جينيراسيون ملي كنولي سفير هنا هادو سي دي بوزيسيون اللي كنغرامبي مع لا سوسيتي باش كنوصل ليهم كنديرهم بالخدمه اولا كنديرهم بدي باك بارفوا الشركه باغ اكزومبل هاد لو باك هذا ديال 14000 اللي كنت خديته بريس كانت عطاتني الشركه واحد الرتبه قالت لي خدمي عليها اللي هي سفير شنو هي الرتبه شريتها مع البرودوي انا ما كنتش عارفه داك الساعه ومنين من بعد ما حدي انا خدامه وانا كنفهم ما حدي انا خدامه وعرفت داك لوبورتونيتي الثانيه اللي هي انا خديتها اللي غتنسها بكل صراحه لان ملي خديت لو باك جاتني خديت سفير اللي خلاني نربح من الاول لي 20% ولي 10% ولي 15% اي لي 10% هنا غادي نجيو لو 5ييم بوين هاد لو 5ييم بوين اللي هو ربح المستهلكين الدائمين فهمت المستهلكين الدائمين اشنا هي ربح المستهلكين الدائمين كل ما دخلوا معايا 5 ديال لي ديستريبيتور واثرتهم شركه كتعطيني 5% كل ما دخلوا معايا 10 ديال الديستريبيتور شركه كتزيدني 10% اشنو معني هذا لو بوين حتى هو مهم كاين الناس اللي غايقول لك هنا فين قلت لكم في الاول كل واحد واشنو بغى يدير بغيت انا لو برومي بوين الديستريبيتور وبزاف الناس غايبغيو يدخلوا معاك غير باش ياخذوا بوغ لا كونسوماسيون بيرسونيل حتى هاد الناس اللي داخلين معاك بوغ لا كونسوماسيون بيرسونيل لا سوسيتي كتقول لك كل ما دخلتي معاك 5 وهذاك الخمسه بيان سور بقاو كياخذوا من عندك لي برودوي الشركه كتزيد 5% زائد علاش كنت فا غاني كل ما دخلتي 10 الناس الشركه كتزيدك 10% الوغ هنا ملي كندوي على 5% في عوض غتولي عندك 20 غتولي عندك 25% وهنا في عوض غتولي عندك 20 غتولي عندك 30% غير خدم ديما كاين الارباح ادغوات يا غوش انت غتخدم ما تحسبش غير خدم ما تحسبش خلي لا سوسيتي اللي كتحسب لك وكتعطي وانت بلا ما تحسب وخدم اي تو فوا سكو تو فا غاني لا فان ديال لو مو وانت غادي لو برومي مو لو دوزيام مو التوازيام مو لو توازيام مو باردون وانت غادي بقى لنا لو ديرني بوين اي لا جو في فينير لو سيزيام بوين اللي هو اشنو هو يا اللي هو ديام وهذا ديامو هذا سي هذا هو لو بوت ديال اي واحد اللي هي الشركه كتعطيك 3% مناش من لو شيفر دافير ديال لا سوسيتي اون جينيرال ملي كتوصل للديامون وهنا ملي كنهضر على ديامون هنا فين قلت لكم كاين دي بيرسون اللي وصلوا 750 سيكل بار سيمين حيت الشركه كتخلص بالسيمانه ان سيستيم امريكان دونك هنا ملي الشركه كتخلص بلا سيمين راه الناس وصلوا 700 ملي وصلوا لدي ديامون وكاين اللي وصل قبل ديامون اون بليس دو سا ملي كتوصل ان ديامون بيان سور بان طرافاي اللي كتبدا من الاول وانت غادي وانت تيغرام وكتخدم مع ليكيب ديالك ما كتخدمش غير بوحدك حيت الا بقيتي كتخدم بوحدك ما عمرك توصل
ولكن الا خدمتي مع انت طالع وانت ليكيب ديالك واحد النهار ملي كتولي ديامون عندك 3% اللي الشركه كتجمع لي ديامون ديال ديالها ديال جونيس اون جينيرال ديال العالم كامل وكتقسم عليهم داك 3% اللي هو ان شيفر فريمون ديال لا سوسيتي اللي داخله بهذا الحجم ديالها لي اون سوسيتي اللي فريمون في القمه ولا ميور دابا ديجا لو موند اونتي. دونك سانسيرمون ما بغيتش نطول عليكم بزاف عندنا دي بوين تري امبورطون كل واحد وعندو الاختيار يخدم كيف ما بغى لي بغى لو برومي بوين يخدم عليه لي بغى بلوس يخدم على دوزيام بوين لي بغى عاود يزيد الارباح ديالو يخدم على ثوازيام بوين لي بغى يزيد تبارك الله ويكافح وما يقولش ما بقاش عندي وما يقولش الدنيا مزيره وما يقولش ما بقى ما يدار وما يقولش ما لا كاينه سيدي ما يدار كاينه لا ما يدار ولكن نوضوا نخدموا عليها نوضوا نكفضوا عليها تري امبورطون جا الوقت فين كل واحد يشوف ادغوات ديالو وشوف ادغوات ديالو واغوش ديالو ويقول علاش لا ما نديرش اون اكتيفيتي اون باراليل ما عندي ما غنخسر كاسكو جو في بيرد اش ما غنخسر 320 درهم سي دلارجون 3000 درهم كاع انفيسيسمون نقولوا حنا درنا واحد 3000 درهم باش نبدا غير نبدا ونشوف اش غيخرجني الناس كيبداو بالملاير وكيقدر ما ينجحش لهم هذا المشروع ما لقاو اللي يعاونهم ما لقاو اللي يرشدهم ما لقاو اللي يوريهم ما عرفوش يديروا ان بون برودوي وبش عليهم شوت وبش عليهم البروجي اون جينيرال بالملاير ماشي بالملايين مي هنا تو بي 320 درهم وكتلقى الناس اللي هما يا دي ليدر اللي هما في ظهرك اللي هما وراك اللي هما كيساندوك اللي كيعلموك ها كيفاش تخدم ها كيفاش تربح ها كيفاش تمشي ها كيفاش تعرض ها وانت غادي وانت غادي في لو طرافاي ديالك هذا ان بوين تري امبورطون ومن غير هذا الربح كامل اللي عندنا اللي عطينا لا سوسيتي عندنا ارباح اخرى اللي زيد على لا سوسيتي لما كان عندنا شهر 9 وشهر 10 كان عندنا واحد دو موا اكسيبسيونيل الشركه كانت عاطيانا حتى ل 6 مليون ارباح 6 مليون من غير هادشي كامل 6 مليون كتربحها بلوس دو سا الوغ هنا سي لو شامبيون اجري اسيدي خدم عليها وان طرافاي اللي هو مينيم خدم وربح اللي بغى 2000 درهم كيربح عليها اللي بغى 4000 درهم كيربح عليها اللي بغى بيرسونيلمون معايا دي جون في ليكيب ديالي تبارك الله ربحوا هاد لا ريكومبونس انا وعدو بلا مقاولس انا ربحت انا 800 دولار هي 8000 درهم مون سبونسور ربح 8000 درهم عندي بنتي ربحات 200 دولار عندي اون اوتر بيرسون معايا تبارك الله في ليكيب ربحات 200 لي 2000 دونك سي الله يجعلها تكون غير هاد لو ماركور دارت لا سوسيتي قالت لك يلا اللي ربح وخدم اللي زعما خدم مزيان غيربحو راه غير لو فيت باش نكون انا اكسيبسيونيل ونكون لا سول ولا لا باغمي لي ميور لي ربحوه راه بوغ موا سي اون ساتيسفاكسيون انترن اللي يمكن في خدمتي بيرسونيلمون كنخدم بالليل وبالنهار ما كاينش اللي معترف ليا بالخدمه ديالي ما كاينش اللي كيقول لي حتى برافو فيليستاسيون الشركه هنا كدير لو مويندغ جيست لو مويندغ طرافاي تو ريكومبونسي وكتربح عليه هذا ان بوين فريمون تري امبورطون اي دايور جو في فيليسيتي دي جون اللي هاد لو موا كمان هاد لو موا باردون هاد لو موا حتى هويا عندنا اون ريكومبونس اللي اليوم سي لو ديرني جور واليوم سي هاد لا ديرنيغ اور عندي واحد لا بيرسون اللي تبارك الله مدام كريمه فيليستاسيون اللي ربحت عليها عندها اوسي مدام فاطمه الزهراء بلا فرانس هي ربحتها خدمت عليها اللي كانت عندنا من هذا لو برومي لو برومي 11 دابا حتى اليوم لو 30 11 اليوم سي لا ديرنيغ جورني اللي كانت كتقول الشركه كل ما واحد دخل دو بيرسون الشركه كتعطيه اون بلوس ديال الارباح ديالو 50 دولار خدا ان باك اللي هو سوبريم الشركه كتعطي 100 دولار زائد داكشي اللي هو غيدخل 100 دولار زائد 100 دولار زائد 100 دولار غتعطي لا سوسيتي 300 دولار 300 دولار من غير الارباح اللي عطيك الشركه يعني ليا 3000 درهم وانت شحال شويه انفيستي 3000 درهم رديتي لانفيستيسمون ديالك في الشهر وحنا كنعرفوا اي مشروع باش تعرف لانفيستيسمون ديالك الربح من ظل من كيخصك على الاقل تبدا يعني تسنى عام المينيموم دا ان تي بروجي 6 شهور باش كتعرف راسك اش دخلتي واش خرجتي هنا ابارتير دو برومي موا تو بو غاني اي تو بو غاني سي تو فو غاني Si tu veux travailler. De ma part, j'ai terminé. Félicitations pour les gens décideurs. Félicitations pour les gens qui ont fait le travail. Alhamdoulilah, nous avons fait le produit du Maghreb. Mais nous avons une grande joie pour l'instant. C'est le début de 2021. Déjà, عندنا لومولوغاسيون ديال لو برودوي اللي هو هذا لومينيس لو برودوي كوزميتيك ديجا الناس مسؤولين
راه ديجا خداو لومولوغاسيون وديجا لومولوغاسيون هي كلشي بيسكو كاينه لومولوغاسيون صافي اشنو دابا خلى غير باقيين كيلكو زيتا في سكون في هاد كورونا وهاد اللي خلى شويه يعني شويه لي زيتاب شويه تعطلوا ولكن الماكسيموم سي ديبي ديال 2021 يعني ما بقى والو دو مو تخوا مو كاع الماكسيموم وغادي نكون ان شاء الله عدى لو ستوك المغرب وغادي يكون المغرب باغمي داك لي بيي اللي هي لي بلوس كو 150 بيي في لو موند اونتي وغادي نكونوا باغمي لي ميور اي سا فا كارتوني في المغرب ان شاء الله بحول الله والناس اللي غيدخلوا معنا لي برومي راه غيكونوا فريمون ديستانغي علاش كنعرفوا اي شركه دخلت جديده راه الناس لي برومي تيكونوا ديجا معروفين كيكونوا باينين فكل ما كنتو تنتوما معنا باغمي لي برومي كل ما كان احسن قبل ما دابا يا كاين دي جون اللي يقول لك بلاتي تنفكر واحد شويه الو غتمشي تفكر شي مشكل من هنا ملي غتسمع لو فيرتور راه غادي دير ضجه في المغرب ان شاء الله وبحول الله غتالي فوا وعقل على هذا لو بوين عاد غتفكر تيا عرضات عليا مدام الزهرة تيا عرضات عليا عرض عليا مسيو محمد عرض عليا عرضات عليا مدام فلان عرض عليا مسيو فلان وخصني نمشي دابا دابا عاد بغيت ندخل بيان سور ني جامي ترو طار ولكن سي افو دو ديسيدي تكون هنا ولا تكون هنايا تكون باغمي لي برومي وعندك واحد ليكيب تبارك الله عامره ولا تكون باغمي لي ديرمي وتبدا ا زيرو دو ما بار جي تيرميني لي انفيتي اللي عندهم لي كيسيون تفضلوا حلوا الميكرو ديالهم يعطيونا لي كيسيون ديالهم اوني لا بور لو ريبوندر او بيان سور ناخذ 3 ولا 4 حتى 5 كيسيون والناس اللي باغين بلوس ديكسبليكاسيون الناس اللي عارفين عليهم راه غادي يزيدوا يفهموهم اي حاجه بغاوها لا بغاو يفهموها يزيدوا يفهموها وكنشجع الناس يخلصوا 320 وياخذوا لي بلاص ديالهم ويبداو ويشوفوا سكيفا دوني ان شاء الله في هذه لاكتيفيتي وما غادي يعطيهم غير الخير والبركه والاحسان ميرسي بور تو الموند اي بونسوار بور تو الموند تفضل سي كريم جو سيد لا بارول ونخليو لي زانفيتي يحلوا لي ميكرو ديالهم يعطيونا لي كيسيون الا عندكم دي كيسيون اي ميرسي بور تو الموند وي شكرا لاله زينب تبارك الله عليك كفيتي ووفيتي ما شاء الله عليك الوغ شكرا جزيلا غادي نفتحوا لي ميكرو كوم سا باش الناس اللي عندها شي تساؤل تطرح لك كيسيون ديالها